هنا WBCQ نقدم لكم راديو فرصة العالم الأخيرة worldslastchance.com من مونتيتشيلو في مين في الولايات المتحدة الأمريكية. جرائم عنف، اضطراب سياسي، عدم استقرار مالي، كل شيء يشير إلى أن أزمة لا مثيل لها على وشك الحدوث. استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. موضوع النهاردة عنوانه هل نأكل الدهون المشبعة saturated fats أم نتجنبها؟ حقيقة أنا مش طبيب ولا أخصائي صحي ولا أخصائي تغذية، ولكن أنا محب لدرس الكلمة، محب لدرس الكلمة، وأشكر يهوى على الإنترنت. موضوع أين نجد الدهون المشبعة؟ يعني أنا عاوز أعرف فين الدهون المشبعة نلاقيها. نلاقيها أكتر مكان نجد فيه الدهون المشبعة هو زيت جوز الهند. زيت جوز الهند نسبة الدهون المشبعة فيه نسبة إلى كل الدهون 92% من زيت جوز الهند دهون مشبعة. طب ايه تاني حاجة موجود فيها الدهون المشبعة موجودة فيها؟ هي في الزبدة. في الزبدة، الزبدة نسبة الدهون المشبعة فيها نسبة الى كل الدهون 62%. طيب ايه تالت حاجة نجد فيها الدهون المشبعة بنسبة عالية؟ صفار البيض. صفار البيض نسبة الدهون المشبعة فيه 58%. طب ايه رابع حاجة نجد فيها الدهون المشبعة بنسبة عالية؟ هي في الشحوم الحيوانية. الشحوم الحيوانية فنسبة الدهون المشبعة في الشحوم الحيوانية 40%. أين نجد الشحوم الحيوانية؟ نجدها في تحت الجلد، subcutaneous skin يعني تحت الجلد، يعني subcutaneous fat، ونجدها في العضل intramuscular fat، يعني الشحم اللي تلاقيه ملتصق بالإيه؟ بالعضل. فدي المصادر الأربعة الرئيسية للدهون المشبعة saturated fat. السؤال التالي بقى اللي نسأل، ما هو موقف الكتاب المقدس من الدهون المشبعة؟ لأنه أنا في الآخر لما هاجي أقف أمام يهوى مش هقول له العلماء قالوا إيه، مش هقول له النبي ده قال إيه، مش هقول له الكنيسة دي قالت ايه، هقول له بكل تواضع وأبي يهوى إذا أنا كنت غلطان من فضلك قول لي من كتابك أنا غلطت فيه. أنا غلطت فيه. لما تروح على الأطباء وأخصائيين الغذائيين في الخمسين سنة الأخيرة كلهم بيتكلموا ضد الايه؟ الدهون المشبعة. أول الكنائس كمان هي كانت السبب الرئيسي، وده حاجة هتكلم فيها بعد شوية، في تبني هذا الموقف. وأصبحت الهيئات الحكومية الصحية العالمية بدءا من الأمريكية اللي هي مؤثرة على كل العالم، مرورا بالفاو وبالWorld Health Organization بتوع الهيئة المتحدة، كلها بتحذر من الدهون الايه المشبعة. فإذا سيبنا ده على جنب، أنا أرجع على الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس عاوزكم تفتحوا الآية في لاويين 3 عدد 16 ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور كل الشحم ليهوى.
فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، لا تأكلوا شيئا من الشحم ولا من الدم. هيقولها أكتر صراحة كده، هنا بيقول لي لا تأكل شيئا من الشحم ولا من الدم. كنت عاوز أرجع مرة تانية، أكتر حاجة موجود فيها دهون مشبعة كانت إيه؟ زيت جوز الهند اللي هو النباتي. تاني أكتر حاجة الزبد، تاني أكتر حاجة الزبد، ثالث أكتر حاجة صفار البيض، رابع أكتر حاجة الشحوم الحيوانية، الشحوم الحيوانية. فهنا رأسا خدوا الآية دي وقالوا الآية دي إيه؟ تنهي الموضوع. أنا كإنسان اتعلمت من يهوى إن لما أجي أدرس موضوع ما مشيش على آية واحدة، ما مشيش على آية واحدة، لازم أمشي على كل الآيات اللي بتتكلم حول هذا الموضوع اللي علمنا. أنا حافظ آية، أنا حافظ آية في 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 مزمور 63. أول ما قريت هذه الآية تذكرت الآية دي الموجودة في مزمور 63 وقلت إيه؟ في حاجة غريبة، يبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقض، وأنا أعرف أن الكتاب مش ممكن يكون فيه إيه؟ تناقض. في الآية الأولى تقول إيه؟ كما من شحم ودسم، نفس الكلمة شحم، شحم ودسم تشبع نفسي وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. هنا داود اللي جاء من نسله مين؟ يهوشوا، داود الملك العظيم، داود صاحب المزامير، بيشبه البهجة يهوى، بهجة يهوى بالبهجة وبالشبع اللي يحل عليه لم يأكل إيه؟ شحم الحيوانات. هل يمكن للوهلة الأولى نتصور إنه يهوى يسمح لداود بروح القدس إنه يوصف الشحم المحرم بحاجة كويسة تشابه بهجة يهوى؟ الشحم نفس الكلمة دي اللي هي بالعبري، الكلمة دي اسمها خلب، بالعبري الكلمة دي اسمها خلب، خلب. فكلمة شحم ودسم هنا تناقض، مش ممكن الشحم المحرم هنا أكله، داود بيأكله في مزمور 63 بيتغذى، مش ممكن يبقى في شحم تاني اللي هو إيه؟ محرم، في شحم تاني اللي هو محرم. نشكر يهوى إنه فعلا في شحم تاني هو المحرم. إذا 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 قريت بدءا من عدد 12 لويين 3 عدد 12، وإن كان قربانه من المعز ناني، وإن كان قربانه من الإيه؟ من المعز، يقدمه أمام يهوى، يضع يده على رأسه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بن هارون دمه على المذبح مستديرا، ويقرب منه قربانا، قربانه وقودا ليهوى، يقرب إيه؟ الشحم الذي يغشي الأحشاء، يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخاصرتين وزيادة الكبد. زيادة الكبد هو الكيس اللي بيغطي الكبد وبيتصل بالمعدة وبيعمل زي ما تقولوا إيه؟ كيس. هذا الكيس اسمه زيادة الكبد، زيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدهن الكاهن على المذبح طعام وقود لرائحة سرور كل الشحم ليهوى. أي شحم ليهوى؟ الأحشاء الداخلي، ده يتقدم لمين؟ ده يتقدم ليهوى. طيب مش بيتكلم على الشحم المرتبط باللحم، ولا بيتكلم على الشحم اللي تحت الجلد، بيتكلم على الشحم اللي هو من الداخل، من الداخل.
بعد ما أقنعكم شوية أكثر بأدلة كتابية هقول لكم ليه يهوى كان بينص على أن هذا الشحن يقدم ليه وقود. تعالوا اقرأوا معايا في نفس الأصحاح بدءا من عدد ستة. وإن كان قربانه من الغنم، المرة دي بقى مش معيز، المرة دي غنم، ذبيحة سلامة ليهوى ذكرا أو أنثى. ذبيحة الخطية دايما كان لازم يبقى ذكر، ذبيحة السلامة ممكن ذكر أو إيه أو أنثى، لأن ذبيحة الخطية بترمز إلى مين؟ يهوشوا، فلازم يبقى ذكر. هنا ذبيحة السلامة كان ممكن تبقى إيه؟ تبقى ذكر أو أنثى. عدد 7، إن قرب قربانه من الضان ضأني يقدمه أمام يهوى، يضع يده على رأس قربانه ويذبحه قدام خيمة الاجتماع، ويرش بني هارون دمه على المسبح مستديرا. ويقرب من ذبيحة السلامة، يقرب إيه؟ شحمها. أي نوع شحم؟ هنقرأ شحمها وقودا. احنا بنقرأ في 3:10، لوين 3:10، وقودا ليهوى الألية. ايه الألية؟ اللية تقدم مع احشادها. اللية انا دي حاجة تعلمتها جديد، ما كنتش اعرف انه اللية من الحاجات اللي كانت تقدم مع الشحم بتاع الأحشاد. فعشان كده شعب يهوه لما يفهم انه الألية او احنا بالعربي نسميها اللية كانت تقدم ويهوه كان يطلبها، يبقى ما نقدرش ايه ناكلها. طيب الألية صحيحة من عند العصعص، من عند الديل ينزعها، والشحم مع ايه؟ الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء، رجعنا مرة تانية، والكليتين والشحم الذي عليهما ويوقدها الكاهن على المسبح الطعام وقود ليهوى. هل بيتكلم على شحم العضلي؟ لا. لا. هل بيتكلم على الشحم اللي تحت الجلد؟ لا. بيتكلم الشحم اللي يتكلمه اللي يهوى يقول ده مش بتاعكم، ده مش بتاعكم. ايه هو؟ اللي داخل الأحشاء واللية. واللية ما يتكلمش على ايه؟ حاجة تانية. طيب نعززها مرة تانية، ارجع لوين 3:1، لوين 3:1، انا خدتها من الأخير وبطلع معاكم. وإن كان قربانه ذبيحة سلامة من البقر، احنا خدنا شفنا المعيز وشفنا الايه الغنم، دلوقتي البقر. فإن قرب من البقر ذكرا أو أنثى فصحيحا يقربه أمام يهوى. دائما ذبيحة السلامة ممكن تكون زي ما قلنا ذكر أو أنثى، بس لازم تبقى في أوجها. أنت بتقدم حاجة ليهوى لازم تقدمها خالية من إيه؟ من أي مرض. يضع يده على رأس قربانه ويذبحه لدى باب خيمة الاجتماع، ويرش بني هارون الكهنة الدم على المسبح مستديرا، ويقرب من ذبيحة السلامة وقودا ليهوى الشحم. يقرب ليهوى ايه؟ الشحم الذي يغشي الأحشاء، رجعنا مرة تانية حتى في البار، الشحم الذي يغشي الأحشاء وسائر الشحم الذي على الأحشاء والكليتين والشحم الذي عليهما الذي على الخصرتين وزيادة الكبد مع الكليتين، ينزعها ويوقدها بني هارون على المذبح على المحرقة التي فوق الحطب الذي على النار، وقود رائحة سرور ليها. الشحم ده اللي هو داخل الأحشاء نسميه الشحم الحشوي، من الأحشاء الشحم الحشوي ده، ده ملك يهوى، اوعى تقرب منه واوعى تمسه. واحنا ويقرب من ذبيحة سلامة وقود ليهوى الشحم الذي يفشي الأحشاء ويرفع. طيب نيجي بقى، افتح معايا عدد أصحاح 7، نرجع أصحاح 7 مرة تانية، لوين 7، نقرأ من عدد 20. أما النفس التي تأكل لحما من ذبيحة السلامة التي ليهوى
ونجساتها عليها فتقطع تلك النفس من شعبها. والنفس التي تمس شيئا ما نجسا، نجاسة إنسان أو بهيمة نجسة، بهيمة نجسة أو مكروهة، ما مكروها ما نجسا، ثم تأكل من لحم ذبيحة السلامة التي لها، تقطع تلك النفس من شعبها. يعني يقول لك أنت هتأكل من ذبيحة السلامة، بس لازم تبقى ذبيحة مش منجسة، لم يتم تنجيسها بأي شيء. وأحد الحاجات اللي تنجس ذبيحة السلامة إذا أنت استوليت على حاجة يهوى قال دي إيه بتاعتك، زي مبدأ العشور. مبدأ العشور واحد يقول ده نظام في العهد القديم، لا يهوى طالب العشور، العشور دي بتاعته، العشور دي مش بتاعتي، بتاعته هو. كذلك بنفس الكيفية الشحم الحشوي واللية بتاعته، يهوى قال دي بتاعتي، الدهان دي ملكي. إذا أنت تعديت وأخذت من حاجة بتاعت يهوى، سواء في العشور أو سواء في الشحم، كأنك أنت بتسرق من مين؟ مش كأنك أنت بتسرق من يهوى. أنا آسف، زي ما هو بيفرح وهو بيتغزل في يهوى، زي ما بيفرح وهو بياكل شحم ودسم، شحم ودسم. طيب الآية دي واضحة، والآيات اللي هنا واضحة، عرفنا إنه الشحوم المحرمة هي بس الشحوم الإيه؟ الحشوية. إحنا في الكتاب بنمشي على قاعدة دايما إنه أنا أحتاج شاهدين. طب ما ربما جلال أنت داود كان بيتكلم تعبير مجازي، ما كانش بيقصد ان هو بياكل من شحم، وخانوا التعبير وما كانش لازم يستخدم الشحم في التعبير. فربما انه داود شز وعمل حاجة خطأ. انت جلال محتاج شاهد تاني عشان اقدر اقول انه الشحوم المحرمة هي فقط الشحوم الايه؟ الحشوية. افتح معايا تثنية، طيب افتح معايا تثنية 32. اختصارا للوقت هبتدي أقرأ من عدد واحد. انصتي أيتها السموات فأتكلم، ولتسمع الأرض أقوال فمي، ولتسمع الأرض أقوال فمي. عدد 8، حين قسم العلي للأمم، حين فرق بني آدم، نصب تخوما للشعوب، حط حدود للأمم للشعوب حسب عدد بني إسرائيل. إن قسم يهوى هو شعبه، يعقوب حبل نصيبه، وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب، أحاط به ولاحظه وصانه كحدقة عينيه. مين صان مين؟ يهوى صان إسرائيل، صان إيه؟ يعقوب، ونسله كحدقة عين. كما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه، هكذا يهوى وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. اقتاد مين؟ اقتاد بني إسرائيل. أركبه، مين أركب مين؟ أركبه على مرتفعات الأرض، فأكل ثمار الصحراء، وأرضعه عسلا من حجر وزيتا من صوان الصخر وزبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف، مع شحم خراف وكباش. أحبائي، أنا عاوز أقف هنا، عاوز أقف هنا ودموع في عيني. الآية دي لو تفهمت من كل أحبائي لتجنب العالم كل المآسي الصحية اللي بنعاني منها اليوم. وأنا جاي أقول هذا الكلام وأعني ما أقول. أنتوا كنتوا محتاجين شاهد تاني، الشاهد تاني جاء على لسان مين؟ موسى بيشهد إيه اللي عمله يهوى اللي حفظ يعقوب كحدقة عينه، وإيه المنيو الغذائي اللي قدمه، قدمه مين؟ موسى؟ قدموا يهوى لمين؟ لشعب. قدم لهم ايه اول حاجة؟ تعالوا نسمع. قدم لهم ثمار الصحراء، ارضعه عسل من حجر، العسل البري بتاع
من حجر، من الأحجار. كانت النحل يروح يعشش ويبني ألواح الشمع، والنحل يختزن فيها إيه؟ رحيقه. وزيتا من صواني الصخر. ده الزيت هنا إيه اللي بيشير إليه؟ إيه الزيت ده اللي هنا بيشير إليه من صواني الصخر؟ زيت الزيتون. زيت الزيتون يهوى لما عاوز يدلع شعبه كحدقة عينه. لما واحد يهتم بيك كحدقة عينه، يعني معناها اهتمام كامل ولا نص اهتمام؟ أول حد يديله عسل، يديله زيت زيتون، وبعدين يديله زبدة بقر، زبدة بقر ولبن غنم مع شحم خراف. بس سؤال، إذا كان الشحم كل أنواع الشحم محرمة، يهوى يجي من ناحية يقول لي ما تاكلش، ومن ناحية تانية يجي يقول لي كل، يبقى في نوعين من الشحم ولا ما فيش نوعين من الشحم؟ النوع الشحم الحشوي ده بتاع يهوى، بس الشحم اللي تحت الجلد والعضلي السبكوتينيوس فات والإنتراماسكولر فات اللي هو مرتبط بالعضلات اللي أنت تبعد فيه عن الشحم الحشوي، ده اللي كان يهوى بيوكله لأولاده عشان يهتم بيهم اهتمام إيه؟ أنا ليه بقولها بصوت عالي؟ لأن قلبي بيبكي على الأيام اللي تبنيت فيها منيو غذائي مخالف للمنيو بتاع يهوى، مخالف للمنيو بتاع يهوى. أصلي إذا يهوى كان عاوز يجهزهم لمنيو غذائي تاني، هنا بص، بعد ما انتهم المن، داهم المن، وقت ما داهم المن ما كانش مانع عن عليهم ذبح الحيوانات وأكلها، كانوا بيأكلوا كل الحاجات دي بالإضافة إلى المن. المن كان بديل الخبز، والمن في ميزة ما كانش فيه جلوتين. الخبز مليان إيه؟ جلوتين، ده البروتين اللي بتاع القمح، وبروتين القمح معروف علميا إنه بيسبب مشاكل صحية كتير. إيه سبب؟ اي حد النهارده احبائي يجي ويقول لك انه يهوى كان عاوز يديهم الغذاء الوجبه النباتيه، او فين هذه في الكتاب المقدس؟ فين هذه في الكتاب المقدس؟ انا بيني وبين اي انسان، بيني وبين اي حد مدعي النبوه، بيني وبين اي حد مدعي العلم والمعرفه، الكتاب المقدس. لما يهوى يوكل شعبه الزبدة والشحم، يبقى هو عارف انه دي ايه؟ لفايدتهم ولا لضررهم؟ طب انا دلوقتي النهاردة اسيب كل ده، اسيب كل ده وامشي بحسب ما تدعيه بعض الكنائس وبعض الكتابات وبعض الاساتذة؟ لا، انا هاجي اقول كلمة خلب العبرية، كلمة خلب العبرية هي الكلمة التي تستخدم للحليب وللشحم. لما يهوى ذكر انه لابراهيم وعد، قال له انا هاخد نسلك واوديهم في ارض تفيض ايه؟ لبن وعسل، لبن وعسل. كلمة لبن وعسل المستخدمة من يهوى لموسى خلب، هي ايه؟ خلب. الحروف اللغة العبرية من غير حروف العلة، من غير حروف العلة، يعني من غير الالف والواو والياء، الف واو ياء، دايما كانت الكتابة عشان ما يفضلش يطول يكتب من غير حروف العلة. فمن غير حروف العلة نفس الكلمة اللي بتستخدم للحليب هي نفس الكلمة اللي بتستخدم للشحم الحليب. طب الكلمة دي اللي هي خلب، لما موسى كتب الكتاب بتاعه ما كانش بيكتب بحروف العلة، كان بيكتب من غير حروف العلة، فكان اللي يقراها بحسب السياق، بحسب السياق يقول دي شحم حيواني أو لا، الكلمة هنا في السياق ده حليب، يعني الحليب والشحم الحيواني كلمتين مصدرهم أصل واحد. لما كانت الكلمة تعني شحم حيواني بدل خلب تبقى خلب، خلب.
ملفوظها بالعبري. ولما كانت تعني حليب خلب، خلب وخلب نفس الكلمة. أنا بقى عاوز أقول للمترجمين، لما أنتوا ترجمتوها لنا، لما أنتوا ترجمتوها لنا حليب تفيض حليب وعسل، ما أدراك أن يهوى كان عاوز يقول وتفيض دهونا وعسلا. أنت يعني ما أنت دخلت في عقل يهوى عشان تعرف هو كان قاصد. أنتوا استسهلتوا الحليب، بس الكلمة في الأصل تقري تفيضه، يمكن يهوى كان قاصد تفيضه دهنا، دهونا مشبعة وعسل. نسبة الدهون المشبعة في حليب المعز، حليب المعز 60% دهون مشبعة. يعني جم كنيسة الأدفنت السبتين ويهوى يسامحهم على اللي حصل. وأنا لسه أقول كلام تاني، حاجات وجدتها جديدة أخ كرم ما كنتش أعرفها. أنا ما كنتش أعرف، لو كنت أعرفها ما كنتش اشتركت في جريمة الترويج لمنيو غذائي مخالف للإيه؟ للمنيو بتاع يهوى. المنيو بتاع يهوى لمن اهتم بيهم كحدقة عينه، اداهم الزبدة، زبدة البقر واللبن وزيت الزيتون وعصير العنب والشحم الحيواني. يعني ايه اديهم شحم حيواني؟ معناه هل اقدر اكل شحم حيواني من غير ما اذبح الذبيحة؟ طب لما اجي اذبح الذبيحة هقول اوكي لا، اسيب اللحم على جنب واخد الشحم، هسيب الدهون الحشوية على جنب وهاكل اللحم بشحمه، لأنه يهوى يعني يهوى باركهم أخذهم في أرض تفيض لبن وعسل. لما أرض تفيض لبن وعسل معناها المراعي فيها شحيحة ولا كثيرة؟ كثيرة. طب لما المراعي كثيرة معناها الأغنام والأبقار والمعز هيزيدوا ولا هيقلوا؟ هزيد. طب لما هيزيدوا هتفرج عليهم ولا هعمل بيهم إيه؟ يعني انا عاوز ارجع اقول يا احبائي، من فين جالنا المنيو المخالف لمنيو يهوى اللي يسموه المنيو النباتي؟ من فين جالنا؟ ما اذا يهوى كان عاوز ياخدهم الى منيو نباتي كان خلق لهم البيئه اللي ياخدوا فيها المنيو الايه؟ النباتي. بس يهوى عارف ايه اللي يحتاجه الجسم البشري واداله ايه اللي يحتاجه الجسم البشري. لما جاء ما يسمى برساله الاصلاح الصحي بتاعت الكنيسه الادفنتيه، واقولها استنادا الى مين؟ انا النهارده تسنيه 32 تكفيني، مزمور 63 يكفيني، كل الايات اللي بتتكلم على الشحم بتقول لي الشحم الحشوي وليس الشحم الايه؟ العضلي او الشحم ما تحت الجلد. العالم كله بيعاني من أزمة صحية لنتيجة ما يسمى بالرؤية الصحية بتاعت كنيسة الأدفنت السبتية، انه النمط الغذائي العالمي تغير وتحول، انقلب رأسا على عقب، رأسا على عقب. عاوز اقول لكم حاجة، بس امريكا هي الوحش التاني، من امريكا تنطلق الظلمة وتنطلق النور. الهرم الغذائي اللي احنا النهارده ماشيين عليه، مين ما عندوش في الابتدائيه شاف يعني ايه الهرم الغذائي؟ الهرم الغذائي هي ايه؟ الحاجات اللي تقلل منها في الاكل وتفضل تزيد منها لحد ما تيجي لقاعده الهرم، دي الحاجات اللي تاكلها بعنف. ايه هو اللي على قمه الهرم الغذائي؟ الدهون. اقل حاجه تاكلها هي الايه؟ الدهون، لا سيما الدهون المشبعه، لا سيما. ايه اكتر حاجه في قاعده الهرم اللي تاكل منها لحد نسبه 75% من اكلك؟ ايه هي؟ الكربوهيدرات، اللي هي المكرونه والعيش والرز
والنشويات والحلويات والمعجنات. دي الهرم انقلب أصبح القاعدة دي اللي تأكل منها حد 75%. أنا 55. أيزنهاور كان رئيس أمريكا. أيزنهاور رئيس أمريكا اتصاب بأزمة قلبية. الأمريكان اتخضوا. الرئيس المحبوب بتاعنا أيزنهاور يتصاب بأزمة قلبية. الأمراض القلب كانت حاجة جديدة في أمريكا، حاجة جديدة في أمريكا. 50 سنة قبليها، بس مجرد 50 سنة قبليها، يعني 1900، كان الكتب الطبية في أمريكا ما فيهاش حاجة اسمها أمراض قلب، ما فيهاش حاجة اسمها أمراض قلب. يعني التلميذ يدخل ويدرس طب ويطلع ما سمعش عن حاجة اسمها، ما درست عن حاجة اسمها أمراض الإيه؟ القلب. 1955 أيزنهاور رئيس أمريكا يتصاب بمرض قلب. العالم اتخض، أمريكا اتخضت، إيه اللي بيحصل ده؟ وقعد بعيد عن البيت الأبيض 10 أيام، 10 أيام يحتش المكتب البيضاوي، المكتب ده كان بالنسبة لأمريكا نهاية العالم. انبرى بقى العلماء يدرسوا إيه اللي حصل من 50 سنة. من 50 سنة ما كانش حتى بيدرس مرض القلب، ما كانش بيدرس، مش هقولك ما كانش في ناس عندهم أمراض قلب، ما كانش بيدرس على أساس إنه دي حاجات نادرة. طب إيه اللي حصل في 50 سنة يجعل إنه رئيسنا المحبوب يتصاب بمرض القلب؟ واحد اسمه أنسل كيس. أنسل كيس الشخصية دي لازم ما تنسوش اسمه، أنسل كيس، في سنة 1957، بعدها بسنتين. هو كان دكتور فيسيولوجي طبي وعبقري وكل حاجة، طلع بنظرية إنه السبب هو الدهون المشبعة. النهاردة الناس بتدرس هذا الكلام، النهاردة بالخلفية التاريخية اللي عندنا، لما رجعوا الناس يدرسوا شافوا إنه استهلاك الفرد للدهون المشبعة في أمريكا من 1900 إلى 1955 قال. طب إزاي أنت تيجي وتقول إنه الدهون المشبعة هي السبب؟ ده الاستهلاك قال. كان في تواطؤ ما بين أنسل كيس وشركة عملاقة اسمها بروكتور أند جامبل. الشركة دي اشترت براءة اختراع من واحد عالم ألماني في سنة 1907. اشترت براءة اختراع كيفية تحويل الزيوت النباتية إلى زيوت مهدرجة. ليه كان في احتياج لزيوت مهدرجة في سنة 1907؟ هتستغربوا خالص. النهضة الصناعية اللي حصلت في أوروبا وفي أمريكا في نهاية القرن 19 قللت من المساحة الأراضي الزراعية وزادت من المصانع. طب المصانع وأخري صانع محتاجة، يعني المكن بيتحرك محتاج تشحيم. كانوا بيشحموا بالزبدة، الإيه؟ وبالسمنة. دي غالية، الزبدة والسمنة غالية. وفي نفس الوقت عدد المزارعين قل، لأن كلهم اتجهوا أو بعضهم أو نسبة كبيرة اتجهت إلى التصنيع، إلى المصانع. المصانع بتدي مرتبات كويسة، أنا ليه أمشي ورا البقرة وأمشي ورا وأفضل أحلب كل يوم، خليني أخذ وردية وأرتاح وكذا. فأصبح في طلب مضاعف على الزبدة وعلى السمنة لتشحيم الآلات. أصبح في طلب مضاعف، وفي نفس الوقت قل كمية الإيه؟ الزبدة والسمنة بسبب نزوح كثير من الفلاحين إلى المصانع للعمل. فالمصانع قالت ما نقدرش احنا نقعد تحت رحمة الزبدة للتشحيم، احنا محتاجين حاجة رخيصة نشحن بيها وحاجة صناعية. فراحوا لواحد عبقري ألماني اسمه ويلهم، قالوا له اخترع لنا حاجة. اخترع هذا الاختراع إنه يحول زيت بذرة القطن، زيت بذرة القطن من حالة سائلة إلى حالة صلبة. زيت بذرة القطن
أرخص كتير من 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 الزبدة ومن من السمنة. هدرجوا المصانع انبسطت، بس شافت إنه هي عندها دلوقتي الشركة اللي تعاقدت مع هذا العالم الألماني ويلهم على العمل ليهم والحصول على براءة اختراع، شافت إنه دلوقتي عندهم طلب كبير جدا، طلب كبير جدا، يعني مش طلب يعني إنتاجية كبيرة جدا، ومش عارفين يسووها فين. المصانع خدت كفايتها بس عندهم فقر، لأنه زيت بذرة القطن على قفا من يشيل. أمريكا كانت شغالة في القطن مساحات شاسعة بتزرع القطن للملابس وكذا، فعندهم البذور، ودلوقتي يقدروا يحصروا عندهم زيت ويقدروا يهدرجوه، استعملوا جزء منه في إنتاج الصابون، ما لقوش عليها طلب. ليه ما لقوش عليها طلب؟ لأنه في ذلك الوقت كانوا بيعملوا الصابون في البيوت. أنا أذكر المهم هذه براءة الاختراع، براءة الاختراع دي تم بيعها دلوقتي من الشركة الألمانية إلى شركة بروكتر أند جامبل. شركة بروكتر أند جامبل دول ملوك التسويق، دول ملوك التسويق. طب عندنا احنا دلوقتي منتج من بذرة القطن الزيت ده مهدرج، وعندنا أسواق كبيرة، هنسوقه إزاي؟ هنسوقه إزاي؟ قعد هذا المنتج اللي هو اسمه كريسكو، كريسكو مركون إلى أن جت الأزمة القلبية دي بتاعت مين؟ بتاعت الرئيس أيزنهاور. الشركة دي بروكتر أند جامبل وأنسل كيز من ناحية، وأنسل كيز من ناحية، وجمعية القلب الأمريكية، جمعية القلب الأمريكية كانت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت مش لاقية فلوس تدفع إيجار مكاتبها. جت بروكتر أند جامبل وأنسل كيز. بروكتر أند جامبل قالت لأنسل كيز، أنت بتقول دلوقتي إنه الدهون المشبعة هي سبب الأزمة القلبية، طب ما إحنا عندنا منتج، عندنا منتج يحل المشكلة دي. تعال أنت عضو في مجلس الإدارة عندنا وبالمرتب الفلاني وكذا وكذا وكذا، وتعال وإقنع لنا جمعية القلب الأمريكية للتوصية، للتوصية باستخدام كريسكو بديل الزبدة وبديل السمنة. جمعية القلب الأمريكية في سنة 56 و57 58 خدت موقف ضد كريسكو، قالت مفيش ما يثبت انه امراض القلب في امريكا سببها الدهون المشبعه. جمعيه القلب الامريكيه لمده 3 سنين من 56 ل 58 قالت امراض القلب لا يمكن نسبها الى الايه، الدهون المشبعه. بروكتر اند جامبل راحت قالت لجمعيه القلب هذه كذا مليون دولار على ايه، على بياضه، حطوا انسل كيس، هو هيعلمكم انه الابحاث اللي عملها، الابحاث اللي عملها تثبت انه انتوا موقفكم خطا. راح دخل عندهم على بقى هو عضو مجلس اداره بروكتر اند جامبل وعضو في مجلس اداره جمعيه القلب الامريكيه. جمعيه القلب الامريكيه اول ما دخل عليها انسل كيس، اول ما دخل عليها انسل كيس بعديها بسنة اتغير موقفها واندلقت عليها الفلوس من الشركة اللي خدت نسبة من مبيعات كريسكو. وكريسكو أصبح في خلال المدة دي يعني من الخمسينات، نهاية الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات ولحد 2000 السمنة النباتية الأولى في الاستخدام، وحلت محل الزبدة ومحل. ومن وقت ما العملية دي تمت والناس اتصابت بالايه، بالتخمة وبأمراض القلب وبكل مشاكل دي، دي بس ماشية في اتجاه. أحبائي أقوى جمعية علمية النهاردة في العالم هي جمعية القلب الأمريكية، جمعية القلب الأمريكية من كتر الفلوس اللي حصلت عليها من تبنيها الموقف المعادي للدهون المشبعة، دلوقتي أصبحت هي اللي بتوجه سياسة الحكومات. في سنة 1977
عضو متنفس جدا في السنت الامريكي اسمه ماكجافرن، سيناتور ماكجافرن، تبنى الهرم الغذائي، الهرم الغذائي اللي احنا بنعاني منه النهارده، اللي بيدعو انه 75% من اكلنا يبقى كربوهيدرات. مين اللي هو اعتمد على مين؟ اعتمد على مين في كتابة هذه التوصيات واعتمادها كقانون، اعتمادها كقانون، بحيث انه كل المؤسسات الحكومية الامريكية في سواء في وجبة المدارس، غذاء الجيش، غذاء الجيش الامريكي، في كل الابحاث، اموال التمويل بتاعة الابحاث كلها ماشي على الهرم الغذائي ده. اذا انت يا عالم معترف بهذا الهرم، عاوز تعمل ابحاث ضمن هذا الهرم، ضمن هذا الهرم ادي كذا اعمل ابحاثك. لكن اذا انت جاي بموقف معادي لهذا الهرم مالكش فلوس. اعتمد على مين؟ اعتمد على صحفي سبتي، ادفنت السبتي، في كتابة هذا القانون. النهاردة انا جاي اقول لأحبائي صدمة كبيرة جدا خلتني اخد انا موقف لاول مرة علني، لاول مرة علني من الرؤية الصحية لكنيسة الادفنت السبتي، لانها رؤية غير كتابية، نتج عنها كوارث صحية ملهاش حد. أقول لأحبائي نادي، لولا الرؤية الصحية بتاعت 2060 ما كانش هيكون عندنا التوفو ومنتجات الصويا، جبنة التوفو، جبنة الصويا. عارفين الستين اخترعوا جبنة، وأنا كنت من عشاقها، وناني كانت من عشاقها، وكنا ناكلها باستمرار. التوفو هي جبنة من التوفو، من الصويا. واحنا اثبت النهاردة ان منتجات الصويا مسببة للسرطان. اسمع سيسا، منتجات الصويا مسببة، مسرطنة، جبنة الصويا مسرطنة. دلوقتي مش انا اللي بقول الكلام ده، دلوقتي الناس اكتشفت. طب انا عاوز اقول حالة، هل ممكن يهوى يدي رؤية في إصلاح صحي ينتج عنه السرطان؟ أنا آسف، أي حد يقول لي يهوى إدى هذه الرؤية اللي نتج عنها تبني العالم لمنتجات الصويا، لمنتجات الصويا. السبتيين كانوا هم الرواد في 26 منتج تم استخلاصه من الصويا، والصويا هي نفسها نبتة مش بس مسرطنة، مسببة للالتهابات. زيت الصويا ده، الحبوب المقرمشة، المقرمشة، الكورن فليكس، مين اخترع الحبوب المقرمشة؟ الادفنت السبتين، مش كده السبتين؟ ايه يعني كله كان ايه؟ مين اللي عمل مصانع حول العالم، حول العالم للترويج للفطار اللي هو ايه؟ من المقرمشات، الفطار المقرمشات، الكورن فليكس، الكورن فليكس بانواعها. انت عارف الكورن فليكس عباره عن ايه؟ كربوهيدرات والسكر، سكر وجلوكوز. لما السبتين قلبوا الهرم، قلبوا الهرم، الهرم بحسب يهوى كان من تحت دهون، من فوق بروتينات، في النص بروتينات، ومن فوق خالص في القمة الكربوهيدرات. الشيطان جاء وراح قلب الايه؟ قلب الهرم تماما تماما، خلى الدهون بدل ما تبقى هي 60-70% من غذائك دهون، عملها هي تبقى ايه؟ اقل حاجة. وبعدين في انه عملها، مش بس عملها اقل حاجة، وبخ سمه الشيطان، انه جعل في الدهون الجزء اللي انت تتجنبه خالص، الدهون المشبعه، روح على الزيوت النباتيه المهدرجه جزئيا او الغير مهدرجه، روح على الزيوت النباتيه. يعني حتى في بند الدهون، في بند الدهون القليل اللي بيسمح بيه، بيقول لك روح على الزيوت النباتيه. انا كنت من 50 من 100 سنه
ما كانش في مرضى قلب، ما كانش في مرضى قلب، كان السرطان نادر من 100 سنة، من 100 سنة لا في مصر وفي أي بلد تاني في أمريكا. في خلال 100 سنة من وقت ما العالم تبنى الزيوت النباتية، من وقت ما العالم أعلن الثورة على الدهون المشبعة، من وقت ما العالم شال انتزع الدسم من الحليب، انتزع الدسم، يهوى حطلنا الدسم لأن عارف أن الجسم ده محتاج دسم. أنا جاي أقول حاجة بس لأحبائي، كنت هبتدي النهاردة الدرس بحاجة دايما كنت أقول باكل لهدف واحد، الهدف واحد هو كيف أحافظ على عقلي، أحافظ على سلامة عقلي وتفكيري لحد ما يهوى يأذن لي بالنوم. ما عنديش هدف أنه أربي عضلات، ما عنديش هدف أنه أعيش طويل، مش عاوز أعيش طويل. أنا عندي هدف واحد بس، إيه الغذاء، إيه الغذاء اللي يخليه عقلي أستطيع أن أميز ما بين الصح والخطأ وأوزن الأمور، وأوزن الأمور. ما كنتش أستطيع لو أنا بالغذاء النباتي الخضري اللي أسميه الخضروات. إحنا عشنا، أنا عشت حوالي 17-18 سنة من غير تناول أي منتجات حيوانية، 18 سنة ما دخلتش بيضة في بقي، ما دخلش لحوم، ما دخلش أي حاجة. جربت هذا الجانب وأعرف الفرق ما بين هذا الجانب والجانب اللي أنا فيه النهاردة. وضوح التفكير، ما كانش عندي وضوح التفكير. أصلي واحد يقول لي وضوح التفكير يعني توصل إيه وضوح التفكير؟ وضوح التفكير يعني تبص على موضوع وتقدر تقارن، تستشف، تقدر. يعني أنا كنت أصغر من كده سناً وما كانش عندي، يعني كان عندي حاجة اسمها تفكير ضبابي. تفكير ضبابي يعني ما عندكش القدرة على التمييز، على التمييز. بولس كان بيصلي لأهل فيليب يقول لهم إيه؟ وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخلفة، الأمور المتخلفة، لكي تكونوا مخلصين وبلا عسرة حتى يوم. بص أحبائي، ما حدش النهاردة يقدر يقول لي إنه ما فيش أمر متخلف كبير جدا ما بين اللي أنا قلته النهاردة وما بين ما يسمى بالرؤية الصحية بتاعت 2060. ده 180 درجة خلف خلاف. رؤية مبنية على جعل الهرم من تحت قاعدته كربوهيدرات النشويات، ورؤية يهوى اللي هي تحت تبقى الدهون. يعني مش ممكن يبقى فيه تعارض أكتر من كده. أحبائي أطلت عليكم اليوم الدراسة، وأعدكم بأننا سنواصل هذه الدراسة الأسبوع القادم، لأني بعتبر إنه هذا الموضوع على جانب كبير من الأهمية. إحنا في حرب مع الشيطان على كل الجبهات، وأهم هدف يجب أن نسعى إليه هو كيف نحافظ على سلامة عقولنا بالغذاء الإلهي الذي يتناسب مع احتياجات العقل حتى يعمل بطريقة صحية، بطريقة فعالة، بطريقة تمكنني من التمييز ما بين الصح والخطأ. احنا النهاردة مش بصدد العودة الى اكل اللحوم، مش ده الموضوع. انا بصدد ايه الطعام الذي يناسب جسدي الان في الايام الاخيرة، والذي يمكنني من المحافظة على عقلي من الخرف، من الألزهايمر، من النسيان، حتى أستطيع أن أتابع مسيرة تعلم الحق، حتى أستطيع أن أطيع يهوى حتى آخر لحظة من حياتي، كما فعل تماما يعقوب. يعقوب في
في تكوين 49-33 يقول لنا: بعدما أوصى أولاده ضم رجليه إلى السرير وأسلم الروح. يعني في آخر لحظة، في آخر كلمات أعطاها ووصايا وتوجيهات لأولاده، كان في قمة تفكيره. هذا يجب أن يكون هدفنا. كان أعمى، فقد البصر، فقد البصر، ولكن لم يفقد القدرة العقلية على التفكير وعلى التمييز. هذا هو الهدف اليوم من دراسة موضوع الدهون المشبعة. نحن نحتاج إلى الدهون المشبعة لتغذي عقولنا، لتقوي عظامنا، لتحمي كبدنا، لتحمي الرئة، لتحمي القلب. هذا هو عمل الدهون المشبعة. ابحث عنه ولا تنخدع ببروباغندا التي تروج لها الكنائس والحكومات الساقطة، والتي قلبت الهرم الغذائي الإلهي رأسا على عقب، وجعلت من الدهون قمة الهرم، ومن الكربوهيدرات الضارة القاعدة التي نأكل منها حتى الشبع. يهوي قوينا، ونلتقي بكم مرة أخرى في السبت القادم. آمين. أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هرتز وعلى تردد 31 متراً. راديو فرصة العالم الأخيرة، نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك. مرحباً، هنا راديو فرصة العالم الأخيرة، معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة يه. كانت كيمبرلي موكسلي تشعر بحماسة شديدة، فقد عملت جاهدة لتؤمن بنفسها مصاريف دراستها الجامعية. الآن تنتظر تخرجها بعد أشهر قليلة، وأصبحت جاهزة لشراء سيارتها الأولى. كان والدها يعيشان في الجانب الآخر من الولايات المتحدة على بعد 5000 كيلومتر تقريباً، وبالتالي كانت وحيدة أمام أول تجربة لها لشراء سيارة. في أحد المعارض لبيع السيارات المستعملة، ارتسمت على وجه البائع ابتسامة عريضة وهو يرافقها إلى أحد السيارات، وكانت سيارة رباعية الدفع جميلة المظهر. وكانت كيمبرلي بمنتهى السعادة، إنها السيارة التي تبحث عنها بالضبط. وقعت على معاملات البيع ودفعت لهم مبلغ 16,000 دولار الذي كانت اقترضته، ثم غادرت وهي تقود سيارة أحلامها. في صباح اليوم التالي عندما قامت بتشغيل محرك السيارة، خرجت سحابة ضخمة من الدخان الأسود من صمام العادم. عندما تكرر ذلك 3 مرات خلال الساعة الأولى من القيادة، أخذت كيمبرلي السيارة إلى محل لتغيير الزيت. سيدتي، قال لها الميكانيكي، هذه السيارة قطعت على الأرجح مسافة 80,000 ميل. لا أظن أن أحداً سبق أن غير زيت المحرك منذ أن خرجت جديدة من الشركة. إن محرك سيارتك متآكل إلى حد كبير. من كان يملك هذه السيارة قبلك قد استنزفها حتى الرمق الأخير. هذه السيارة في حالة يرثى لها. حاولت كيمبرلي إعادة السيارة، لكنهم رفضوا بالطبع، وقد استغلوا جهلها بالسيارات ليحققوا ربحاً قيمته 16,000 دولار. وبطبيعة الحال رفضوا تحمل مسؤولية بيعها سيارة بالية، وتحججوا بأحد بنود معاملات البيع، وقد طبع بخط صغير جداً، صغير إلى درجة لم تنتبه إليه من شدة حماستها لشراء السيارة. عادت كيمبرلي إلى البيت وراحت تبكي. كانت تشعر بالحرج والخجل. سيلزمها 5 سنوات طويلة لتتمكن من تسديد القرض، وبعد ذلك ستكون أيضاً بحاجة إلى سيارة. هذا القرار السيء الذي اتخذته من دون أن تطلب مشورة ياه قد أطاح بكل ما أنجزته حتى اليوم، وما زاد الطين بالله أنها في وظيفتها لم تحصل منذ 2 عامين على أي زيادة في راتبها، وسيتوجب عليها العمل في وظيفة ثانية من أجل تغطية نفقاتها. كانت تشعر بكثير من الضيق والتوتر، فألقت بكل مشاكلها على أبيها السماوي. طلبت منه المغفرة لأنها اندفعت واتخذت قراراً من دون أن تطلب توجيهه. توسلت إليه
لينقذها من الخطأ الذي ارتكبته بسبب سذاجتها. وبينما كانت كيمبرلي تصلي، تذكرت كيف ساعدها يهوى مرات عديدة طوال السنوات التي كانت تعيش فيها وحدها وتعيل نفسها من دون عون من أحد، فقد وجهها وباركها مرات عديدة. لذا شعرت بأنه الآن يطلب منها أن تثق به حتى في غمرة الفوضى التي كانت غارقة فيها. وفي نهاية المطاف استسلمت كيمبرلي استسلاما كاملا، وضعت أخطائها عند قدمي الآب وأفرغت قلبها من الحزن والأسى. اختارت أن تثق به ليرعاها ويهتم بها بغض النظر عن النتيجة. في اليوم نفسه تلقت مكالمة هاتفية من معرض بيع السيارات. على ما يبدو فإن الشركة التي كان يفترض أن تؤمن لهم القرض لم توافق على منحه، لأن رصيد كيمبرلي المصرفي كان حديث العهد، ويتوجب عليها أن تكسب 25 سنتا في الساعة زيادة على راتبها الحالي كي تحظى بالموافقة على القرض. بعبارة أخرى، كان عليها أن تعيد السيارة. كادت كيمبرلي تطير من شدة الفرح، وأكدت لهم قائلة: سأعيدها على الفور. بعد أسبوع واحد بالضبط تلقت كيمبرلي زيادة دولارين في الساعة على راتبها. لو أنها حصلت على زيادة قبل ذلك الوقت لظلت عاجزة عن التخلص من تلك السيارة. كان يهوى يعمل على حمايتها طوال كل ذلك الوقت. بعد مرور فترة قصيرة تعرفت إلى رجل كانت عائلته تملك معرضاً لبيع السيارات. عثر لها على سيارة كان يملكها زوجان مسنان. كانت السيارة في حالة ممتازة ولم تكن قد قطعت مسافات طويلة. لم تكن سيارة رباعية الدفع، ولكن ياه كان يعرف أنها بالضبط السيارة التي تحتاج إليها. والآن بعد مرور 10 سنوات لا تزال تقودها، وأفضل ما في الأمر أنها تمكنت من تسديد ثمنها في غضون 3 سنوات فقط. والمعرض الأول الذي باعها السيارة، ممارساتهم التجارية التي تخلو من الصدق والنزاهة جعلتهم يدفعون الثمن غالياً، ففي نهاية المطاف أعلنوا إفلاسهم وأقفل المعرض. في متى الإصحاح السادس يقول لنا يهوشوا: لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تتعب ولا تغزل. ولكن أقول لكم إنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان عشب الحقل يلبسه يا هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم؟ متى الإصحاح السادس الآيات 25 و26 و27 و28 و29 و30. هذه الكلمات موجهة إليكم. لقد منحنا وعودا عظيمة وثمينة، ابدأوا بالمطالبة بها.